روسيا عبر وزارة خارجيتها كانت قد أعلنت أنها استقبلت وفدا رفيع المستوى من حماس برئاسة موسى أبو مرزوق. وصل هذا الوفد موسكو للقاء القيادة الروسية المؤيدة لإنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة. فما الدور الذي ممكن أن تلعبه روسيا بعد استقبالها لمسؤولين من حماس؟ روسيا منشغلة في أوكرانيا، وروسيا موجودة في الشرق الأوسط، ولكن علينا ألا ننسى في تحليلنا أن هناك 1,000,000 إسرائيلي من أصل روسي، وعلينا ألا ننسى في تقييمنا أن بوتين ونتنياهو أصدقاء، وأن بوتين من بعد كل رؤساء الاتحاد السوفيتي وروسيا هو الأقرب لإسرائيل من ناحية الممارسة، وكنا نرى كيف أنه يسمح للطائرات الإسرائيلية أن تأتي وتقوم بغارات داخل الأراضي السورية، والأراضي السورية تحت الحماية النظرية الروسية. إذن هل يمكن لروسيا أن تحارب عن العرب أو أن تحارب عن الفلسطينيين؟ الجواب كلا. روسيا بإمكانها الدعم السياسي، حاولت ذلك في الأمم المتحدة، وروسيا في الأساس هل ستستثمر في هذا الموضوع؟ يمكن أن يعول يوما على الصين إذا تعاونت الصين وروسيا، ولكن نحن من الناحية الواقعية والعملية إذا أردنا يوما دولة فلسطينية واسترجاع الفلسطينيين لحقوقهم، يجب ألا يكون الشرق الأوسط مسرح صراع دولي، بل يجب أن يكون فيه مكان لحد أدنى من الوفاق الدولي يمهد للجم القوة الإسرائيلية ولإحقاق الحق للفلسطينيين. هذه هي الواقعية التي يمكن أن تعطي نتيجة. أما دوام الاعتماد على الغير أو التفكير أن الغير مهتم بالقضية الفلسطينية أو بالشأن العربي ففيه مبالغة. شكرا أستاذ العلاقات السياسية والدولية في جامعة باريس دكتور خطار أبو دياب، كنت معنا عبر سكايب من باريس، شكرا جزيلا لك.